قصور نطلب ثرى. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء، إن اللذين تقدما يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء، فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء ذا قادف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطعا أعضاء ملقا على حر الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها أقمار تسبح في غدير دماء خطب، وما شاب وكان خضابه بدم من الأوداج للحناء أطفاله لقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء. والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل زهور بدور المزهر، لكن مذابي شبان والكل في شبابه ما تهنه، صاروا مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب الما وصل عشرين سنة فوق الترايب
بجرحاه القوم تجري والله حسافة أولاد ما خطت لحاهم كلهم عرايا والترب صاير غطاهم وش حال هاللي ساهر الليل برباهم من يوم شافوهم على الغبرة مذابي ورملة على الجاسم هوات تلطم صدرها نادي عروسك بن سعاد يا ابني أسر وانت طريح جثتك محاك قبر دلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمي تلهب ضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة وتالي كثير توديع مني نزف الدماء وحر الشمس فتني وبهرني نزف الدماء وحر الشمس فتني وبهرني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر قائم آل بيت محمد وقام متقدما إلى الأمام فاسحا المجال مصليا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل الحديث الليلة تحت عنوان خصائص المجتمع المؤمن. الإسلام سعى لأخذ الفرد لتكامله، وتكامله إنما هو باتصافه بصفات وتوفره على خصائص، ولكن الإسلام يعلم أن المسلم إنما يتكامل في تكامله يحتاج إلى بيئة إيمانية مجتمع مؤمن، لأن الفرد في المجتمع فاعل ومنفعل، مؤثر ومتأثر. واحد يعيش في بيئة متدينة غير واحد في بيئة طالحة فاسقة ماجنة، الصعوبة والسهولة تختلف. فحتى يوفق الفرد لكي يكتمل لابد أن يسعى لاكتماله ويسعى في معركة أخرى لأن يأخذ بمجتمعه للتكامل وللاتصاف بخصائص المجتمع المؤمن. فإذا يا أحبة، أنا مثل ما علي صلاة وعلي صوم وعلي أعمال خاصة، علي أيضا جبهة أخرى، جبهة إصلاح المجتمع
القرآن الكريم يقول إن الإنسان يعني الفرد لفي خسر، خاسر. شلون نطلع من الخسران؟ أربعة شروط. إلا الذين آمنوا، والإيمان عمل فرد، أنا مؤمن عمل فردي، وعمل الصالحات، وعمل الصالح فردي ومجتمعي، الزكاة عمل مجتمعي والصلاة عمل فردي، فالعمل الصالح له بعدان فردي ومجتمعي. ثم قال وتواصوا وتواصوا، أتواصوا إياك بالحق، تعلمني الحق وتذكرني به، وأنا أوصيك بالحق وعلمك الحق وذكرك به يوم لا تنسى. لكن الحق في ظروف صعبة قد يكون مر، قد يكون مرا، فأتواصى معك بالصبر، أصبرك وتصبرني. إذن حتى يخرج الفرد من دائرة الخسران مو فقط عليه إصلاح نفسه، عليه إصلاح مجتمع. والليلة حديثي ما هي الخصائص التي أرادها الإسلام للمجتمع المؤمن ليكون نعم البيئة التي تساعد على صلاح أفراده؟ 9 خصائص نأخذها باختصار. أول خصيصة هي الاعتصام بحبل الله تعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة، إذا ساد شعور الوحدة والتوحد في قلوب المؤمنين تخلصوا من متاعب جمة تفسد المجتمع. ونريد نوقف عند هذه النقطة، نقطة الوحدة. أكو عالم من علمائنا قال كلمة واشتهرت، ما هي؟ يقول الإسلام، لخص في كلمتين، قال الإسلام كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. هذا المعنى. نبي نشوف القرآن يساعد عليه لولا. شوف الآية الشريفة، القرآن يقول ترى ما في أديان سماوية، كلمة أديان سماوية غلط، عجيب. وموسى وعيسى يقول لا، دين واحد هو الإسلام، في 5 شرائع متفرعة من دين واحد تتغير في بعض تفريعاتها لما يناسب الزمن الجديد فقط، أما الدين واحد، دين فطرة، والفطرة ما تتبدل، فما يتبدل الدين لأن الفطرة ثابتة، الخلقة يعني. يقول تعالى، شوف الشرائع 5، أنبياء أولي العزم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، النبي الخاتم. الآية تقول شرع لكم من الدين، شرع تفريعات يعني، ودين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أول واحد نوح، والذي أوحينا إليك، أنت آخر واحد، وفي الوسط 3، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شنو التوصية؟ أن أقيموا الدين، وهي كلمة التوحيد. الدين عبارة عن تمارس التوحيد في حياتك، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فصار كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. الإسلام يقول أنا الإسلام كفيل بخلق وحدة. شلون يعني؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. نعمة الله ما هي؟ نروح لآية ثانية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. إذن الدين هو النعمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإسلام يوحد، من كان يعمل لله يتوحد. قال أحد كبار فقهائنا العرفاء، لو بعث الله 124,000 نبي دفعة واحدة لما اختلفوا. ليش؟ قال لأن التوحيد يوحد، الاختلاف سبب الشرك. شلون الاختلاف سبب الشرك؟ متى نختلف؟ خلنا نسمع كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول إنما بدء وقوع الفتن، فتن تفرق الناس. شلون تبدأ؟ إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، يتبع الهوى، وأحكام تبتدع. إذن المشكلة الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالتفرق لا يأتي من الدين، يأتي من الأهواء. لهذا القرآن يقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وإيش السبب؟ بغيان، البغي، الأهواء، الظلم،
هذا البغي هو سبب الانقسام. فإذا رجعنا إلى الله ما نختلف، ما نختلف. شوف الآية الشريفة، الآية تقول ولا تكونوا من المشركين. ترى احنا كثير منا مشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليش؟ لأن اللي طالع نظرة محرمة قدم شهوته على الله، عبد هواه، هذا شرك. فالآن الله يقول ولا تكونوا من المشركين الذين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم. إذا سبب شرك أهواء، أهواء عبادة من دون الله. عرفنا الآن الإسلام يقول أنا أبيك المؤمن يكون عندك هم التوحد، مو هم الاصطدام. قل يا قل تعال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. راح لأهل الكتاب مو بعد داخل بيت المسلم. في داخل البيت المسلم الروايات تقول إذا تصلي وراء واحد من مذهب آخر لأجل إظهار الوحدة كأنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله في الصف الأول. واحد يقول بل مرجع مالي لو أصلي وراء ما قلتوا هالثواب. واحد من مذهب آخر هكذا إذا صليت ولا مرجع كنت صليت جماعة لك ثواب الجماعة، لكن لين صليت في منطقة ثانية في بيئة ثانية خلفهم انت صليت جماعة وانت اظهرت وحدة بين المسلمين، فانت سويت عملين مو عمل واحد. لهذا توصيات الأئمة عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم الى اخر من التوصيات التي طالما سمعتموها. اذا النقطة الاولى ان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالعبودية لله تقتضي أن نسعى للتوحد. فإذا هذا الخصيصة الأولى والهم الأول. انجي للخصيصة الثانية، طاعة أولي الأمر. لا أطيل فيها لأني تكلمت ليلة لطف من وراء السحاب أن سألوا أمير المؤمنين ليش سموا بأولي الأمر، قال لأن الملائكة تتنزل عليهم ليلة القدر بكل أمر، فتنزل الملائكة بما سيجري إلى العام القادم، يعني سبب متصل بين السماء والأرض. هؤلاء طاعتهم مطلقة كطاعة الله وطاعة الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذا بحسب مدرسة أهل البيت، يعني هذا معتقد الشيعة. واضح؟ هذا الأمر تخيل أن الإمام يقود الناس في أمر طاعتهم إلى الله، وين بوديهم إلى الله لولا من يمين شمال إلى الله. فمن الطبيعي تقول السيدة الزهراء وإمامتنا أمان من الفرقة كما في الرواية، ها؟ أمانة من الفرقة. بعد من الطبيعي يصير أنه اللي ما يعترف بالإمام الذي يقوده إلى الله سوف يجد نفسه كل حزب بما لديهم وعصبية وحمية جاهلية. وإيش تقول رواية من مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة، لأن نجي العصبيات والتعصب لكل ما عند حزبي وقومي، وهذا مشكلة. لا نطيل في هذه النقطة، انتهينا منها. النقطة والخصيصة الثالثة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا شعار المؤمنين. هذا الإسلام تكلم فيه كثيرا وأنتم سمعتم. خلينا نجيب رواية رواها المسلمون حتى أقول يعني مو بس الشيعة، الشيعة والسنة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، كمثل الجسد الواحد. أنا إيدي تألمني أنام تألمني، أقدر أقول لها لو سمحتي تألم بروح شو خليني أنام تسمعني، يصير؟ ما يصير. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، الكل ما ينام كامل قاعد لأنه جسد واحد. فالإسلام يعتبرنا شيء واحد إحنا. وش الواحد؟ واحد يبخل على نفسه بقضاء حاجة؟ لا. فالذي يستشعر التربية الدينية أن أنا وأنت شيء واحد فلا أبخل عليك بشيء. ونريد نوقف على التعاون
نبي نتعلم شوي من مظاهر التعاون، ولا هي مواضيع طرحت كثيرا فوق المنبر، هذه مواضيع تذكار اكثر منها فكره جديده. نجي اول شيء الاطعام والاسقاء. عن رسول الله صلى الله عليه واله: ما امن بي من بات شبعانا وجاره جائع، وما من اهل قريه يبيتون وفيهم جائع ينظر الله اليهم يوم القيامه. ما ينظر لهم اشتراني انا وفيهم جوعان، لو لا تتحسس، مو تتجسس، تتحسس. ساعات اشوف واحد مشغول بال، اقول هالايام مدارس يمكن عنده مشكله ماليه، اقول ليش فلان ترى احنا اخوان، جيبك جيبي، اذا محتاج هول اشيلك. هذا التحسس. فالاسلام يقول لا تنام شبعان وجارك جوعان. الروايه عن امامنا الصادق: من اطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله من ثمار الجنه. واحد يقول عجل، الحمد لله انا حصلت هذا، كيف حصلته؟ قال احنا اصدقاء اربعه، اول اسبوع العشاء علي، الاسبوع الثاني على فلان، الاسبوع الثالث على فلان، الاسبوع الرابع على فلان. تم اطعمت اربعه ولا ثلاثه، تطعمت روحك اربع مرات، لدفعتها اول اسبوع تاخذه في الثاني والثالث والرابع، تم اطعمت احد. سامحني، وش دراك؟ اسالك، لو واحد قال انا ما بدفع، قل له ادفع عن روحك عجل، ما تعشينا؟ ما نعشيك. هذا ما عشيته، انا سلفته، رجع الاسبوع الثاني هذا، واد رجع اللي دفعته قد اكلي. لكن تعطي فقير ما تنتظر منه شيء. الرواية تقول أطعمه الله من ثمار الجنة. ثمار الجنة أولا طعمها أطعمة مختلفة، تاكل ثمرة هي همباية وهي فراولة وهي كل شيء. كيف ما يصير في الدنيا جهازك الاستذواقي محدود، في الآخرة طورونه خلوك تلتد بالشي الواحد. انزين، وهالثمرة ما تخلص، تاخذ غيرها ما يخلص، وتشتانس وبطنك ما ينترس. ففي فرق كبير. بعد: ومن سقى مؤمنا، هذه كم؟ 20 فلس، 50 فلس؟ تسقي مؤمن. ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رحيق المختوم تشربه بس ما تعطش، لكن تبي تشرب لذة وليس عطشا. انتهينا من الاطعام والاسقاء، لان هذا الناس بيم قصر ساعات. يعني بعض في شهر رمضان جمعية تعطي سلة رمضانية، والشركة الفلانية سلة رمضانية، والتاجر الفلاني سلة رمضانية، يتصلون للشيوخ: شيخنا يصير نسباتنا فقرة، ناخذ منهم قيمات وطحين مو مستوي، كيف يعني؟ قال نجيهم مساعدات كلها مواد عينية ويزيد فيعطونا يوزعون علينا يصير ناخذ. وايش اللي جيب السؤال؟ لأن احنا ننظر بس لأكل وشرب، أكل وشرب، زي ساعات هو ما ينبغي أكل وشرب، ساعات يحتاج شيء آخر، يحتاج دفاتر، يحتاج شنطة، يحتاج، لازم ننظر إلى حاجته. أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله، والمنفعة إنما بقضاء الحاجة اللي هو يحتاج. هذا الأكل. إنجيل اللباس: عن إمامنا الصادق: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة، وأن يهون عليه سكرات الموت. هاللحظة الناس تتمنى الله يهون عليه سكرات الموت، واحد لحظة ويموت، واحد 4-5 ساعات ينازع. يقول إذا أنت لبست واحد فقير ملابس سكرات الموت تهون. إنزين، هاي الموت والقبر. قال: وأن يوسع عليه في قبره ما تتكسر عظامه. بعد: وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى، لأن في واحد يطلع من قبره ما يدوش بصيرة، فيذهل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وواحد من يطلع للملائكة تبشره: مبروك أنت من أهل الجنة. حتى ما في مجال يصيد ذهول. يقول الإمام: وهو قول الله تعالى في كتابه: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا اللي بعد ساعات قضاء حاجة. شلون قضى حاجة؟ مو لازم، مو محتاج لباس، يبيك بس باكر تمر عليه تودي اياك الشغل، سيارته خراب، قضى حاجة. ضرب بابك: فلان عندك مطرقة؟ لا ما عندنا. ابوي عندنا. اسكت. يعني وين؟ لا وين ابوي؟ اشتراني هذا، يرجع لهم من دليل لما يرجعون، واحنا نصرف عليهم
خمس ربيان دينار هي قيمتها شنو؟ ويمنعون الماعون، القرآن يذمها الظاهرة، ظاهرة تمنع أخاك. واحد يقول ناس تخرب على ناس، أنت مو خاسر، حتى لو خسرت المطرقة الله بعوض في الدنيا والآخرة. إن شاء الله إذا أعطينا شيء بس آخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه في الدنيا، يعني وهو خير الرازقين. إذن يا حبيبي قضاء الحاجة، اسمعها الرواية الجميلة عن إمامنا الصادق: يا مفضل اسمع ما أقوله لك وأعلم واعلم أنه الحق وافعله وأخبر به علية إخوانك. يعني شنو علية إخواني؟ قلت جعلت فداك وما علية إخواني؟ قال الراغبون في قضاء حوائج إخوانهم. هاي علية الناس اللي يحب يساعد ويقضي الحوائج. إنزين وش تقول ليهم؟ خبرهم شنو؟ اسمع. ثم قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز وجل له يوم القيامة 100,000 حاجة. مو 1000، 100,000. إنزين يعني في الجنة بيقضون لي؟ لا، إذا دشوك الجنة ما يحتاج بعد أنت لهم ما يشاؤون فيها، صح؟ عجل ويش قبل الجنة. شوف الرواية: من ذلك أولها الجنة. هاي رقم واحد، وبقى عندك كم؟ 100,000 ناقص واحد بقى كم؟ اي يلا كل واحد يدور الرقم. هذا الرقم اللي تقولونه هذا كريدت عندكم. كريدت، كريدت يعني يعني تقدر تستعمله. وش استعمله؟ نكمل الرواية. قال: ومن ذلك، من هالكريدت، يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة. يقول: يا رب أنا مو عندي كريدت، بعد كم شاب عندي؟ قال عندك هالكريدت، تشوف لان هذا بعد جيبوه. تسوى؟ مو في الروايات المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضر؟ ما بررت الروايات ويش، بس هذه تفصل تقول تقضي حاجة يعطونك مجال تشفع. والقرآن يقول: ليس لهم كذا من صديق، يعني معنا في مقام الشفاعة صديقي خلص صعد صديقة إذا كان مؤمنان. انتهينا من قضاء الحاجة، نجي أيضا ما زلنا في التعاون، إدخال السرور. ساعات واحد ما يحتاج فلوس، يحتاج كلمة، كلمة كلمة جليل وتقول له كلام الطيب خاطرة. إذا أدخل سرور على مؤمن، أول يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل البيت، ثم أهل المؤمن. إن أحب الأعمال إلى الله تعالى إدخال السرور على المؤمنين. ساعات تفرج كربة، شلون؟ عنده مشكلة، حامل همه، عنده ولد مريض ما يقدر عاج، عنده شيء، عنده ولد هو بروح الحج وعنده مشكلة ولده، من يوديه المدرسة ويجيبه؟ يقول لي روح الحج، أنا كل يوم أودي أولادي، باخذي أولادي. يقول: والله أنا صار لي كم ليلة أفكر، ما عارف وش أسوي له. جزاك الله خير، استانس له. لا، شوف الرواية: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وذاك يوم في أهوال ومنازل مخيفة يفرج. نجي الآن إلى أيضا ما زلنا في التعاون بعد: أن تحب لأخيك ما تحب. عادي صعبة لو سهلة؟ سهلة. خلنا أجيب مثال. إحنا في الشغل، إحنا ربع في الشغل صار لنا كم سنة، جاء المسؤول قال: شباب، نعم، قال في واحد بيرقونا اليوم، بس الاسم ما طلع لحين ولا تشوف لله عليه ندر. قال ذاك لله عليه ندر، الكل يندر، صح لو لا؟ فمعناه اللي يندر وين بيقول: اللهم اجيبها لي. بعد طلعت لسيد علوي، الحين انا لازم اظهر اني مستانس لي. مبروك سيد، استانسنا لك. بالقوة حرك وجهي حتى يبتسم ان ابارك لي، لكن داخلي اقول: افا، كنت أتمنى ندرنا ما استفدنا كذي. هذا ما أحب لي مثل ما أحب لنفسي. أما لو أحب لي أقول لي: والله يا نسيبي قلت ما قلت، حين قلت بعدين بتقول، أنا مثل ما استانس أروح استانس سيد علوي. إلا هو صعبة، دي صعبة. شوف الرواية، الرواية تقول: لا يستكمل عبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ليش؟ اللي مؤمن بالله وش يقول الله في القرآن؟ نحن قسمنا بينهم. نعترض على الله الحكيم؟ لو ما نعترض ما نعترض، فأعطاني عطاء ما عندي أنا حكمة فما أعترض، هذا إيمان كامل. لا يستكمل عبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في أرقى من هذا في له الإيثار، المجتمع المسلم الله يقول ويؤثرون على أنفسهم، مو في الظروف الرخاء، ولو كان بهم خصاصة. تخيل احنا كنا راتبنا على قدنا وجاء قالوا اليوم نبي 2 اوفر تايم، والله صار الهوشة، انا دوري وانا قبل وانا ما صار وانا كذا. تقولي زين انت يعني تنازل لفلان، اقول انا محتاج، هو بعد محتاج بس انا اولى. هني ما في ايثار. ساعات يجي واحد يقول لي انت دورك، يقول انا دوري وانا صح محتاج هالفتره بس هاي بعد مدارس وعندك كم ولد انا بقدمه. هذا الايثار، ان يكون عندي حاجه وافرح بان اعطيه. هذا الفرح بالتخلق باخلاق اهل البيت عليهم السلام، لذته اطيب على النفس لمن جربها من لذه الانانيه، الاثره. الاثره ليست طيبه والايثار طيب. الروايه تقول ان لله جنه، يعني مقام في الجنة، لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، قالوا أنت مو غلطان، هاي غلطان، والكل واقف وياي وأنا أقول لا صراحة أنا الغلطان، أنتم ما تدرون أنا اللي بديت كذا كذا، صعبة. فهذا أول واحد. اثنين: ورجل زار أخاه المؤمن في الله، مو طامع في شيء أبدا بس لا وجه الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله، قدم على نفسه لوجه الله. هذه الأمر الخصيصة الثالثة، التعاون بكل هذه المظاهر. انتهينا، انجي للخصيصة الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف يا أحب، احنا كمجتمع تخيلوا ما في أمر معروف ولا نهي عن المنكر، كل واحد كيف ما نقدر نضبط الشيء. أما إذا الله قال لا أوجب عليكم هالفريضة، إذا واحد من المجتمع في أبو صيبع خرج عن التدين، خرج عن يعني الانضباط، كم يحتاج واحد يردع؟ قالوا هذا لو واحد يكلمه خلاص يرجع، يجب كفاية واحد من القرية يكلمه. قالوا هذا ما يفيد يلا 10، إذا 10 بيراجع نفسه، يجب 10 كفاية. 50 50، لأن الهدف إصلاحه. حتى لو اضطرينا نشدد العبارة وياه، هالشدة ظاهرها العذاب وباطنها الرحمة. طبعا البعض يقول انت تكلمت عن الحجاب، بتقول لك وحدة، هاي حرية شخصية وش دخلك؟ نسأل السؤال هذا: هل الإسلام من يؤمن به يرى أن لأفراده حرية شخصية في المعصية أو لا؟ شلون يعني؟ يعني أنا مؤمن أرى أنني مملوك إلى الله، الله مالكني، يؤمر كما يريد، هو السيد المطاع. وزيد من الناس أيضا مؤمن، فأراه كما هو مؤمن يرى نفسه مملوك إلى الله. فإذا الله اللي يملكني ويملكه قال هاني أوجبت عليك وأنت مملوك لي أن تكلم مملوك الثاني أن لا يفعل الحرام، أن تكلم المملوكة لدي الأمة فلانة أن لا تكون سفورا، فهي مملوكة بحسب عقيدتها كمؤمنة، وأنا مملوك بحسب عقيدتي. فجيت أنا المملوك أتكلم بأمر المالك لي ولها، تقدر تقول لي مو شغلك؟ إذا هي مؤمنة هذا إيمان؟ هذا مو إيمان، معناه تقول أن أنا مي مملوكة لله. شفتون لما الإمام الكاظم مر على بيت بشر الحافي، سألها صاحب هذه الدار سيد أم عبد؟ قالت سيد. قال صدقتي، لو كان عبد لا خاف من سيده، لو صدق يشعر عبودية لله ما تمرد، طاوع الله ما سوى هالغناء وهذا الأمر، صح لو لا؟ فإحنا قضية اللي يقول مو شغلك ما حرية شخصية، نقول له هذا خلاف عقيدتنا أن الله مالك لنا آمر لنا. ثانيا الله مالك مو يريد يعني يتأمر، الله مو محتاج، إنما طبيب يقول هاي صح هاي خطأ. شوف الله مدح النبي بشنو، سبحان الذي شنو أسرى بحبيبه لو بعبده. ليش عبر بعبده؟
لأنك الآن اترك النبي، لو أنا عندي 5 مرضى وعطيتهم وصفة طبية، أفضل صحة وصفة لا تأكل كذي حتى لا تمرض، وعندك هالمرض سوي كذي حتى تشفى. أي واحد بتكون صحته أفضل؟ هو شنو اللي طاوع الطبيب أكثر، اللي بدقة يصير على الوصفة يبرأ، واللي نص ونص، نص مرض ونص شفاء. فكلما شعر المريض أنه لابد أن ينقاد تماما للوصفة الطبية، كلما اقترب من الصحة أكثر من غيره فصار أفضله. فالنبي لما استشعر عبودية الله صار يتحرك في كل أموره على ما يرضي الله، فصار الأقرب إلى الله. فالعبودية طريق كمال الإنسان، لأنه ينقاد لما فيه صلاح أمره من أوامر الله، والله يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فإذا العبودية كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا، لأنها العبودية الوحيدة اللي أخدم نفسي. عبودية الآخرين أخدمهم فقراء نفسي، لكن عبودية الله أخدم نفسي، لأن الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انتهينا من النقطة؟ لا، خلينا نشي بعض الروايات في الأمر معروف ونهي عن المنكر والآيات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة، خير أمة بهالوظيفة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما لها صبر؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هسه الباع يقول يعني ما تسبب لنا مشاكل. يعني وش مشاكل؟ يعني يفنشوني مثلا، بعد يقتلوني مثلا. نسمع كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام: وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل، حتى لو ما قمت بالوظيفة هذا يومك، ولا ينقصان من رزق. هذه كلمة خالدة لأمير المؤمنين. فليش واحد يخاف يقطعون رزقه على الوظيفة؟ ما ترى، ما تجوع. واللي جرب واتقى الله، الله عنده وعد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره. الله ما يقول شيء وما يصير. كن فيكون. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. رواية عن إمامنا الكاظم. هسه البعض حقر نفسه. شلون حقر نفسه؟ أنا بسألك سؤال، لو أنا خفت واحد ما في شدة، حقرت نفسي لولا؟ وش تقولون؟ يعني أنا بعضلاتي واحد هلقد خايف مني، أنا حقرت قوتي ونفسي لولا؟ حقرت نفسي. أستى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال، يعني يترك النهي عن المنكر والأمر معروف، يرى أن عليه مقالا، لازم يتكلم ما يسكت، ثم لا يقول فيه، يسكت خايف من خلق. فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ ليش ما أمرت معروف؟ ليش ما نهيت عن المنكر؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله تبارك وتعالى: فإياي كنت أحق أن تخشى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا أمير المؤمنين وجه الله في الأرض يقول لك: أنت الأمر معروف والنهي عن المنكر ما بينقص رزقك ولا بينقص عمرك، تخاف ليش؟ إذا ما ينبغي الخوف. انتهينا من الخصيصة الرابعة. إنجيل الخامسة: الأخلاق الحسنة. شوفوا يا أحبة ويا أخوات، تراسلون الخطباء في محرم: اتكلم عن كذي وتكلم عن كذي. خب هو مو برنامج يوجه سؤال وجاوب المدير الضيف، هو مواضيع محضرة مسبقا. فكان اللي عنده رغبة في الحديث عن نقطة يواصل الطلبة والخطباء قبل الموسم، يقول لي: أحبة دا تطرح كذا. واجد تركيز على سوء الأخلاق،
الزوجة تشتكي من زوج وحش في البيت، البعض يقول أبونا وحش في البيت، البعض يقول ولدي ما يحترمنا، البعض يقول جارنا يأذينا، كل واحد يشتكي شي، تعال اتكلم. هي واقع إلى حد معين، لكن يبقى أن ذي الأمور طرقت كثيراً. أنا لا أتكلم شيء بسيط، لكن كل الناس تعرف. لو تسأل بقول لك قول الصدق، صوتك ترفع على أبوك عدل يقول صراحة لا. تقول لين زين تحين زوجتك بهالطريقة وحتى قدام أولادها وساعد قدام رجال بناتها عدلة؟ طهرتني أنا أسألك عدلة؟ صراحة لا. هو يدري. إذن المسألة مو بس فكرة، أي سلوك سيء يحتاج أول فكرة وقناعة بالفكرة وقناعة بسلبية الخطأ، ثم عزم يولده بثواب الله وبعقابه، يخاف من هذا ويرغب في هذا، ثم جدول برنامج عملي يمشي عليه حتى يترك هذا الأمر، ثم مراقبة، ثم محاسبة، ثم معاقبة، برنامج كبير. وهذا أنا طرحته تحت عنوان كيف نتخلص من الرذائل سابقا في السنة الماضية، ولعلي أعيده لأن هذا نحتاجه بين فترة وفترة. بس بصورة عامة الأخلاق محلها في القرآن كبير، حتى وصف الله النبي بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقال النبي فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نجي نختصر لا ياخذنا الوقت، نجي لبعض مظاهر الأخلاق. الأمر الأول الألفة، الألفة الحب القلبي. الله يقول فبما رحمة من ربك لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ها عيد علي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف القرآن وش يقول، يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأن المال ما يكفي، أخلاقك جمعتهم، المال ما يكفي. إنزين هذا التآلف. اثنين الاحترام. شلون الاحترام؟ احترام الكبير والصغير، كبير نحترمه والصغير نرحمه. شوف الرواية عن إمام السجاد في رسالة الحقوق، اسمع وحق الكبير توقيره لسنه. ومن التوقير إذا أنا في الماتم جاي قبله وشفت رجال ضعيف قاعد في الوسط أقول لي قوم حج، قوم قوم خلنا نتاجر يا الله في موسم الحسين، أنا صح جاي من وقت لكن إذا أنت قعدت أنا حصل ثواب، قوم لا تحرم. أتذكر أنك تقرأ في ماتم يجون بالتدريج، جاء شاب وقعد في وسطك قلت له قوم، قال لي هنا كانوا بيجون كبار، قلت له قوم خذ ثواب الحين تقعد تتنازل لكبير، اجمع ريح روحك شوي واذا جاء كبير تنازل تحصل ثواب. فالان الروايه تقول وحق الكبير توقيره لسنه العمر واجلاله لي. لشنو؟ بشرح ثم برجع. انا الان ما ادري يعني اذا عمري افترض 36 من لا فوق مثال يا جماعة. انزين يعني بالنتيجة خلنا نروح إلى الواقع لأن تبون واقع. إذا أنا عمري 49 شيل منها 6 سنوات مال بعد ما أفهم من وصلنا لابتدائي مدرسة صرنا نصلي ونؤمن وشدي، يعني الآن 43 أنا في الإيمان، في الإيمان. أجل سيد علوي أكبر مني أنا ما أدري بكم، بس خلنا نجيب مثال أن عمره مثلاً 61، فهو بيشيل 6 سنوات بيصير عمره يعني تدينه 55 سنة، أكبر مني تقريباً ب 12-13 سنة، صح؟ هذا سبقة للإيمان. الإسلام يقول احترمه لسبقة في الإيمان. شوف الرواية تقول وإجلاله لتقدمه في الإسلام قبلك، إمام السجاد يوصي بالكبير، وترك مقابلته عند الخصام. واحد تقول ليش تقول للرجال كبير هالكلمة، قال هو اللي بدأ. زين هو قال أنت تقول خاصمك بشيء أنت ترد عليه ما تراعي الفارق العمر، وترك مقابلته عند الخصام ولا تسبقه إلى طريق. بيروح الخباز قلت أنا فرصة هو شايب قبله، لا تسبقه ولا تتقدمه ولا تستجهله.
هذه بعضهم فسرها شنو؟ هذه تصير واجد. أبوي أنت تدخل روحك إذا تتكلم على التلفونات، أنت وش فهمك؟ أنت ما الأول، تصير له ما تصير، يتجرى على والده، ولا تستجهله وإن جهل عليك. هذا تفسير من التفسيرات، يقول وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق الإسلام وحرمته. هذا الكبير. نجي للصغير، وحق الصغير رحمته في تعليمه. ساعات الأم تعلم، تتصل للشيوخ، شيخنا أنا قاعد أشرح لولدي وضربته كم ضربة وحمر جلده، كم علي يدفع عليه، ليش تضربينه؟ قالت يا شيخ أنا أشرح له، هو جنبي ويقوم ويقعد، وأشرح كلمة ويقول غير، قهرني. زي هو يتعلم وصبي، فمرحلة تحتاج لتصابي، ومسألة التعلم المتعلم يصيب ويخطئ، يتعلم. حين مدرب السياقة ما يتوقع أن اللي يتدرب كحين بيخطأ، ما يضربه، يقول أدري أنت وك جديد بعدك تتدرب. فالرواية تقول وحق الصغير رحمته في تعليمه والعفو عن والستر عليه. مو تقول له بيجون خالاتك اليوم نقول وش سويت، لا، استر عليه بعد، والرفق به والمعونة له، لأن بنية ضعيفة يحتاج للكبار. بعد ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. خلينا نسمع هالرواية. مو قلنا في ليلة من ليالي هناك بعض الأشياء كما تدين تدان؟ مو قلنا من زنى زني به، عفوا تعف نسائكم نساؤكم؟ خلينا نسمع هالرواية من نفس النمط، عن إمامنا الصادق عليه السلام. من إجلال الله عز وجل إجلال المؤمن ذي الشيبة. إذا أجل مؤمن ذي شيبة كأنك أجليت الله تبارك وتعالى. ومن أكرم مؤمنا فبكرامة الله بدأ. إنزين، ساعات شاب يضحك الناس على رجل شيبة يستخف به، وش بصيده؟ ومن استخف بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته. ما كما تدين تدام، مثل ما استهزأت جاي إنك اليوم جاي إنك. هذه رواية عن إمامنا الصادق. من الأخلاق رقم 3 الإحسان للناس والجيران وصلة الأرحام وبر الوالدين والعناية بالجار. أنا بس رواية واحدة في الأرحام، واحدة أنا أطولها، مواضيع تتكرر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصي الشاهد من أمتي والغائب، يعني اللي في مجلسي واللي في بلد ثاني زين واللي ما ولدوهم. قال ومن في أصلاب الرجال ومن في وأرحام النساء إلى يوم القيامة، يعني أنت وأنا أيضا في توصية مباشرة، أن يصل الرحم وإن كان منه على مسيرة سنة فإن ذلك من الدين. شفت أخوك متى آخر مرة؟ والله من طلع لي بيت في ذيك المدينة البعيدة وكذا، ما أشوفه. أي بعيدة أنت، البحرين كلها صغيرة. النبي يقول له مسير سنة، هاي لازم تصله من الدين، وانت مستكثر على صلة رحم توصل في 10 ربع ساعة من الساعة. عندنا هالخلل لولا ناس. واي يقول لما كانت الوالدة حية تجمعنا، من ماتت ما نشوف بعض. هذا خلل في التواصل. على مستوى الجيران، واحد يقول ليش اخبارك يا الجيران زين، يعني عندك حسن جوار الحمد لله، ويش تأديهم؟ لا، يوم اللي يأذيني أديه واحدة بواحدة. هذا يشوف وصف نفسه بأنه عنده حسن جوار. نقول خلنا نسمع أمير المؤمنين في الرواية، ويش فسر حسن الجوار حتى نطبق عليك أو لا. عن أمير المؤمنين عليه السلام، ليس حسن الجوار كف الأذى، أن ما تأذي جارك، لا مو هذا، عجل ويش. قال ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى، يأذيني وأنا أصبر عليه. يجي واحد يقول أبوي أكو جارنا حط شيس قمايمة على بابنا، احنا باكر نحط شيسنا على بابه. قال لا يا ولدي لا، أبوي أكو جارنا سد علينا باكر احنا سد علينا. لا يا ولدي، شايفه واحد أبو حد، يقول لا يا ولدي مو تخرب أبوك، خل أبوك يربيك، هذا جار حتى لو أساء علينا نتحمله. المفروض تكون بهذه الطريقة. الخصيصة السادسة، الحفظ على النظام العام، قوانين البلد الموضوع لصالح الناس، العلماء ما يباركون مخالفتها. واحد يجي يقول أنا سمعت النبي قايل
من قال لزوجته أحبك لا يخرج من قلبها أبدا، شال وردة من حديقة عامة وداها، وقال النبي وقال النبي، هاي مو روح اشتري لك وردة من الدكان، هذا متعام، هذا مسوينا مو كل واحد ياخذ حصته. يجي واحد مثلا يوقف في الشارع طريق خطأ، الطريق للاستطراق ما يجوز تغلق على المستطرقين، ما يجوز. يجي واحد في التلفون شيخنا يسكون على بار على 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 طبيلتنا كراجنا، بطلع للسيارة ساكة وين في الماتم، تكلموا نتكلم، هذا ما يجوز. أنا أمنع راعي البيت أن يستفيد من بيته، كيف يطلع كيف يدخل، ما يجوز. بعد من ضمن القوانين قوانين النظافة، يفتح النافذة في السيارة ويرمي. شوف النبي صلى الله عليه وآله، تنظفوا بكل شيء بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. نظافة، النظافة من الإيمان. قوانين السير، طريق يجيك مني ويطلع لك مني ويطلع لهذا، كم من أنفس دقيقة في سياقتها وقيادتها للسيارة ماتت بفعل متأور، هم يمشون في الطريق الصح، داك طلع إشارة حمراء غير كسر لي عائلة، فجأة أم، هذا ما يجوز. بعد البيئة، ناس تحرق خمايمها بطريقة تضر ببيئة البلد وبيئة، حتى الآن في قوانين للبيئة حتى الأكياس وغير الأكياس، لازم البشر يلتفتون أنهم دورهم تعمير الأرض وليس تدميرها، أي مادة يستعملها البشر تدمر البيئة لازم تتوقف. حتى المراجع سألوا بعضهم، عندنا طريقة اصطياد للأسماك يجوز هذه؟ قال إذا كانت تدمر بيئة البحرية ما يجوز. مو بس دورك تقول أطلع سمك بطريقة، إذا تدمر بيئة البحرية ما يجوز. حقوق الآخرين، هي نظام بعد عام، جاء في الصيدلية كنا نحارس دورنا، جاء وراح للصيدلاني، السلام عليكم شخبار أبوك، سلم عليه وقعد وعطى الورقة وعطى الدواء ومشي، ولا قاعدين يحارسون دورهم، وين الحق وين الدور وين هذا؟ كل المجتمع المؤمن لا منضبط، منضبط دقيق. كلكم تقولوا علي بن أبي طالب دخل عليه رجلان، فلما كان شغلهم ما يرتبط ببيت المال أطفى الشمعة سراج، لأن هذا الشغل مو مرتبط بهالمكان، هذا أمير المؤمنين. الأمر السابع إعداد القوة، المجتمع المؤمن على مستوى الثقافة قوي، تجي الشبهات عدة علماء ترد على ذلك، على مستوى الاقتصاد قوي، الإسلام وبخ الذين يكنزون الذهب والفضة، بعض العلماء يقول يمكن يخمس وزكي، بس لأن كنز الموجود ما حرق سوق المسلمين، طلع الذهب شغلة في السوق خلي الكل يأكل خير. بعد قوة العسكرية، وهي صوب الحكومات، هي اللي كل دولة تعد جيش يدافع عن استقلالها وسيادتها وأمنها، هذا مو صوب. انجه الآن إلى الثامن، الثامن الوعي والبصيرة، مجتمع المؤمن واعي مو يخوض مع الخائضين. إلى إن شفت قضية تافهة تأخذ كل تفكيرنا وكل وقتنا وكل وسائل تواصلنا، اشعرنا في خلل في الوعي. كل قضية لها حجم، إذا ما أعطنا حجمها احنا ناقصين وعي، وإذا زيدنا أخذت من طاقتنا أضعاف ما تستحق، وعينا في خلل. لازم أعطي كل شيء على حجمه. عن أمير المؤمنين عليه السلام، فإنما البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بالعبر ثم سلك جددا طرق واضحا يتجنب فيه الصرع في المهاوي. لأن في ناس واجه الله يقول عنهم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ليس الأعمى، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصيرته، بصيرته. الأمر الأخير، الأمر الأخير يرتبط بالعفة، عفة المجتمع. عفة ثلاثة أشياء، بطن وفرج ولسان. على مستوى البطن أمير المؤمنين يقول، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمره ومن طعمه بقرصه، خبزتين واحدة صبح واحدة ليل، خلاص يكفي عند علي بن أبي طالب. زين سوي نفسه، أو لا
ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. على مستوى اللسان، إن الله يبغض الفاحشة المتفحش. امسك لسانك عن أعراض الناس، لا تشتم ولا تقذف ولا شيء. على مستوى الفرج، أفضل العبادة عفة بطن وفرج. أنا تكلمت قبل ليالي عن الحجاب، فالبعض سأل قال يا شيخ ليش ما الله أوجب على الرجل غض بصره وقال للمرأة خذي راحتك؟ الرجل اللي لا يطالع هو لا يطالع، غيرتوا خايفين انجذب، خاطبوا قولي لا تطالع لا تصيرك إغراء، أما هي لا تقيدونها. هذا السؤال ذكي لكن الجواب باختصار، أنا ساعات عندي شيء أخاف منه ما يسوى، يعني بخسر فيه 5 روبيات، أخذت احتياطي. يقولك ما أخذت احتياطات كفاية لو إلا 5 روبيات، لو يعني الاحتياطات اللي أخذناها ضعفت هال5 روبيات ما تنتهي الدنيا على 5 روبيات. لكن ساعات يحترق بيتي كله، وإيش أسوي؟ بسافر، بنت الغاز من برا ومن داخل، بنت الكهرباء، خطوات وايد كل احتياط عن لا احترق، صح لو لا؟ الشيء الخطير نحتاط له أكثر. أنا أقول نظر الرجل للمرأة هذا يسبب، إذا تجاوزنا أحكام عفة المجتمع سيؤدي إلى جريمة لأبعاد جنسية، سيؤدي إلى تفكك الأسر، سيؤدي إلى أولاد غير شرعيين، سيؤدي واجد متاعب في المجتمع. يجي مجتمع غربي يقول أكثر من نص الشباب أولاد زنا، يعني أولاد بوي وغير فريند، مو أولاد زواج. ذكروا بعض المجتمعات ما بجيبها فوق المنبر، بس الإسلام يقول أنا أريد ما يحصل هذا الانفلات البهيمي. فأنا بحتاط أقول للمرأة استري وأقول للرجل لا تنظر. لو واحد ضعفت المرأة وكشفت، الرجل عندنا احتياط ثاني ما طالع، وإذا الرجل ضعف وهو اللي طالع المرأة عليها ستر ما صار إغراء. فهناك عدة جهات احتياطية لكي نحافظ على عفة المجتمع. وذكرت السيدة الزهراء شلون حامل هم العفة. الله مدح مريم وقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا، وأشار إلى آسيا، ثم أشار لمن؟ إلى مريم. آسيا عندها فرعون في البيت ومريم فرج أحصنت، من صارت الأفضل آسيا لو مريم؟ مريم، لأنها أحصنت فرجها، مدح الله بإحصان الفرج. وفي الروايات فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، هذا أيضا موجود أن مقامات الزهرة مقامات إحصان. السيدة زينب ذكرت نموذج أن 3 من الأئمة يحرسونها في رواية حينما تزور جدها. عفة المجتمع مطلوبة. لهذا الإمام الحسين ما قدر يبايع، لأنه يقول هذا يباشر ما ينافي العفة علنان، سيفتح الباب أمام الناس أن تتظاهر بما ينافي العفة. أنا إذا أبايع على الإسلام السلام وقرر يخرج. كثير من الناس مو فاهمين موقف الإمام في زمنه لأن الوعي مو كافي. اللي وقفوا مع الإمام وصمدوا كان عندهم وعي عالي مثل العباس. أشهد أنك بالغت في النصيحة. ليش؟ صلب الإيمان عند بصيرة. مو بس الكبار عندهم أطفال في كربلاء يعني لم يبلغوا الحلم مثل صاحب الليلة. صاحب الليلة لازم عمه، وأصر على أن يكون معه وأن يفديه وأن يحمل رسالة الإمام الحسين عليه السلام. لهذا لما قتل أكثر أهل بيته جاء القاسم يطلب الرخصة. تخيل عمره ما بلغ الحلم، يعني في مخيلتك في أطفال، تخيل هذا الطفل يحمل مصير الأمة وهم الأمة ويجي لح على أن يخرج ليستشهد في سبيل الله. فلما نظر إليه الإمام اعتنقه وأخذ يبكي. الإمام لما اعتذر إليه لم يعطه الرخصة، وقع على قدمي الإمام يقبلهما يصر على أن يرخصه للقتال. وهذا شبيه الحسن والعلامة بينه وبين أخيه.
فلما أذن له الحسين جاء يودع النساء وخرجت زينب وخواتها وخرجت رملة. لسان الحال عند الشعراء يصور هذا الوداع، يقول القاسم عند وصية لأمه: أوصيك يا أم وصية، سمعيني لفظ جوابي، شباني ليه شفتيهم بالله تذكرش بقى محرومي من شم الهوى من دونك الاصحاب عطشان انا يا والده عند الشراب ذكرت. هذه ام تشوف ولدها عازم على الموت، لكنها بالمقام الآخر تنظر إلى ولد فاطمة وحيدة غريبة. لهذا صارت تشجع القاسم: شيل العلم يا جاسم، دارت عليك النار، شيل العلم وتقدم واسلك طريق أعمامك، شيل العلم وتقدم للموت شد حزام، وانت تمام الحسبة دارت عليك النوم. بعد ذلك خرج إلى القتال، لكن الفارس يخرج وهو شاك السلاح، يقول: حميد بن مسلم خرج علينا القاسم، عليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان، وهو شاهر سيفه، ووجهه كشقة قمر، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المرتضى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، لحظات وإذا بالنداء: يا حسين عليك مني السلام. انقض الإمام على القاسم ضرب قاتله، من كشفت الغبر إلا والحسين واقف على جنازة القاسم. بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ثم قال: عزيز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت والله كثر واتره وقل ناصره، بجونا ذاه يا جاسم اشفيني، يا ريت السيف قبلك حزوريني، هانلكم تخلوني وحيني على خيمي يا عمي القوم تفتر. بعد ذلك حمل القاسم، لكن القاسم صغير والحسين رجل كبير، يقول حميد بن مسلم: وإذا بي أرى رجلي القاسم تخطان الأرض، هل كان في طول عمه؟ دققت النظر وإذا الحسين محني الله، أين المنادي وإماما؟ طلع حسين على الجاسم محمد: يا عمي ما
بموتك زادت محمة، شال حسين وبدمه محمة، آه شلون حال أم الزكية، يا والله آه شلون حال أم، صرخ بالصوت يا حسين تركني يا عمي يا غياث المستغيث، بس ما وقع جاسم على حر الوطية، جاه الشهيد حسين ودموعه جرية، روى الصارم من جيوش ابن دعية، والخيل فرت تطلب الملجأ من حسين، جاء له شاف على الثرى مفضوخ راسه، يفحص برجله معتفور فاقد حواسه، من كثر طعنات العدن قطعا أنفاسه، شال على صدره ورجع به الصياو، بس ما وصل دارا عليه الحرم صابت رملة، نادي الولد يا فجعة البيت، ولي على اللي ما وصل سن العشرين، وهوت عليه تصيح وياها النساوي، يا كوكبا نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنين، أسألك اللهم بهم أن تعجل لولي أمرنا الفرج، تجعلنا من أنصاره في غيبته وحضوره، اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، فك كل أسير، رد كل غريب، أغني كل فقير، عندنا مرضى أكثر من واحد واحدة يلتمسون الدعاء، اللهم بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، وبحق باب الحوائج أبي الفضل أخيه، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، اللهم اجعلنا وخدمة الحسين في درعك الحصينة، اقض لنا وللمؤمنين والمؤمنات بالخصوص من سألنا الدعاء حوائج الدنيا والآخرة، وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والخطباء والشهداء ومن مات على الإيمان، وموتى الحاضرين والمؤسسين، للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. مع إمام منصور.